أول سورة الأنفال، لو فتحنا أول الأنفال سنجد أن الله جل وعلا تحدث عن أهل الإيمان وصفات أهل الإيمان، وربط ذلك بالسنن الربانية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. في آخر الآية قبل الأخير في سورة الأنفال اسمعوا إلى قوله تعالى رقم 74: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ما لهم يا رب أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى المؤمنون اللي هم في الأول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جمع الله ذلك في أربع أو خمس في أربع أوصاف: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، تشمل كل هذا، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. في أول السورة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، في آخر السورة لهم مغفرة ورزق كريم. هذه العلاقة، الحديث عن أهل الإيمان في أول السورة، والحديث عن أهل الإيمان في آخر السورة، الحديث عن جزاء أهل الإيمان في أول السورة، والحديث عن جزاء أهل الإيمان في آخر السورة.